انت لسه شايل من محمد صبحي على فكرة. محمد صبحي ليه معايا قصة حلو. هو كان هيعمل يوليوس قيصر. انا عارفها، بحكيها انا ولا تحكيها انت؟ تحكيها انت. شال اهم مشهد في الفيلم مع صفية العمري في فيلم الجريح. رحت انت ساعتها سألت مدحت السباعي الله يرحمه، قال لك صبحي اللي شال المشهد. خلاص يبقى الله يرحمه مدحت السباعي يسأل في هذا. أيوة يعني ده حصل ولا ما حصلش؟ يسأل في هذا مدحت السباعي. حصل. طيب يبقى شيخ الحرم معلومة صح؟ لا معلومة صح طبعا. طيب وانت مرد؟ لا انا زعلت ليه؟ بسبب انا زعلت ليه؟ المشهد مهم قوي انا وصفية العم. وهو في الفيلم ده بيعمل ولد عنده صرع. فكنت انا عامل الصرع قبليها. طبعا. فالمشهد ده ما اعرفش مهم جدا وتشال. فبسأل مدحت السباعي بقول له انت ازاي مخرج وصاحب رؤية واهم مشهد تشيله من الفيلم؟ قال لي مش انا، اسأل محمد صبحي. هذه هي الحقيقة. انا زعلت ليه؟ انا بحب صبحي، كونه يعمل كده مش كويس. ليه؟ هل هو يحب اشيل له حاجه؟ ما ينفعش. انا مالي، هتحبوا بعض حبوا بعض بعيد عنه. ايه مالك يا شيخ الحاره؟ كمل يا شيخ الحاره، قول اللي عندك. وانت